الخطوات في تفريش الأسنان، نمرة واحد إنه لازم تكون الحركة بتاعة الفرشة عبارة عن حركة نصف دائرية. تاني قاعدة في تفريش الأسنان هو إن الحركة بتطلع من رسغ الإيد مش من الكتف، لأن إحنا لو استعملنا عضلات الكتف أو عضلات الذراع فده هيعمل قوة جامدة جدا على اللسة، مما يؤدي إلى تراجع اللسة، لأن اللسة عبارة عن أنسجة رقيقة وأي عنف عليها ممكن يؤدي إلى تهتكها أو إلى التعب. نخلي الحركة من الرسغ لأن عضلات الرسغ هي عضلات ضعيفة بطبعها، فالواحد لما بيحرك إيده كده هتطلع حركة ضعيفة لكن حركة نصف دائرية. ثالث قاعدة هي إنه فرشة الأسنان لازم تدور على الأسنان كلها من الخلف إلى الأمام. ما بنحاولش إن احنا ننظف الأسنان الأمامية بس عشان يبان شكلنا حلو قدام الناس والأسنان الخلفية مليانة فضلات طعام. مجمع فاليو الطبي، لأنك من قيمة أكبر لدينا.